حققت مملكة البحرين إنجازا تعليميا باهرا بحصول مدرسة الإيمان الخاصة فرع البنات على المركز الأول في تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، متفوقة على 41 ألف مدرسة، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتكريم المدرسة في الحفل الختامي للتحدي الذي أقيم في إمارة دبي اليوم. مبروك لمدرسة الإيمان من مملكة البحرين. وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن أخلص التهاني والتبريكات لمجلس أمناء مدرسة الإيمان وهيئتها الإدارية والتعليمية وطالباتها وأولياء أمورهن بهذا الإنجاز التعليمي المشرف في هذا المحفل العربي الكبير، والذي يعكس مدى الاهتمام والعناية والجهد الذي تبذله المدرسة، ويؤكد حجم التطور الذي تشهده المسيرة التعليمية في وطننا العزيز في ظل قيادتها الحكيمة يحفظها الله ويرعاها، لا سيما الجهود المبذولة لتشجيع الطلبة على الاهتمام بالقراءة باعتبارها أحد أهم مصادر العلم والمعرفة، خصوصا قراءة الكتب العربية لتعزيز إتقان اللغة وتعزيز الهوية العربية بكل أبعادها اللغوية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا للإنجازات التي حققتها المملكة في هذه الدورة الأولى من هذا التحدي المعرفي الكبير الذي جاء بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حيث سبق لمدرسة الإيمان الخاصة قسم البنات في العام الماضي أن حققت المركز الثالث على مستوى المدارس المشاركة، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث بين ملايين الطلبة المشاركين من مختلف الدول. وأكد الوزير أن أبرز جهود الوزارة لتشجيع الطلبة على القراءة تتمثل في تخصيصها مركزا لمصادر التعلم في جميع المدارس يحتوي على كتب ومواد تعليمية متنوعة، فضلا عن الحواسيب التي تمكن الطالب من الدخول إلى مصادر المعرفة المفتوحة، إضافة إلى إنشاء 9 مراكز مصادر معرفة عامة موزعة على محافظات المملكة تحوي على آلاف الكتب في مختلف المجالات، مع تضمين كل مركز منها مكتبة خاصة بالأطفال، إلى جانب تنفيذ مشروع القرائية في المدارس الابتدائية والتي شمل على توزيع أكثر من 2500 قصة على هذه المدارس، وتدريب المعلمين على استراتيجيات القراءة المشتركة داخل الفصل الدراسي، بحيث يتعلم الطالب كيفية قراءة الكتب وتلخيصها والاستنتاج منها، فضلا عن تنظيم الوزارة سنويا للعشرات من الأنشطة والمسابقات المحفزة على القراءة والبحث. وكان الوزير قد حضر الحفل الذي أقامته مدرسة الإيمان الخاصة اليوم، حيث تم إعلان حصول المدرسة على هذه النتيجة المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية باسمي وباسم جميع منتسبي الوزارة والأهالي والطلبة والطالبات، نتقدم بخالص التهاني والتبركات إلى قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها لهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق، والذي يؤكد للجميع مقدار الدعم والرعاية التي تجدها المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من قيادتنا الكريمة. في الواقع هذا الإنجاز له مدلول كبير يؤكد مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم وكافة المدارس برعاية اللغة العربية وتشجيع القراءة، وهذه مناسبة طيبة أن أشيد بهذه المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحفظه الله، التي أوجدت حراكا كبيرا في الوطن العربي وشجعت الطلبة، وخالص الشكر والتقدير أيضا هذه المدرسة المتميزة
والقائمين عليها، فهذا الإنجاز لم يأتي من فراغ. ففي السنة الماضية أيضا دخلت هذه المنافسة ضمن أفضل 3 مدارس، وهذا العام قبلت التحدي فأحسنت فأتقنت، فاستطاعت أن تفوز بالمركز الأول من ضمن 41,000 مدرسة من كافة الدول. فلهم الشكر والتقدير، مؤكدا للجميع بأن مسيرة التعليم سوف تستمر بإذن الله للارتقاء بهذا الوطن، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز،